روح الله اللي كان فيهم. وحنكمل لغة قبطية، لغة آبائنا ولغة كنيستنا. وأنا سعيد قوي قوي إنه اللغة القبطية وجدت في هذا البرنامج هذا القبول. والمرة اللي فاتت لما أنا مديتش قبطي جات لي رسائل بستفة كتيرة بسبب إن أنا زوغت منكم. فأنا مبسوط طبعاً إن اللغة القبطية لها هذا الحضور في وسطكم، ويعني أتمنى إن نكون يعني عرفنا نقدم حاجة معاكم، إن إحنا نبسطها ليكم أو نسهلها عليكم. النهاردة هناخد الحرف ده، ده الحرف الكبير وده الحرف الصغير، اسمه غمة، وممكن يقولوها جمة، غمة. انتوا عارفين في العربي بنقول ألف به ته سه، بس في أبجدية تانية غير دي اللي هي أبجد هوز، اللي هي ألف به جيم دال، عارفينها طبعا كلكم. الألف به جيم دال ده الترتيب القديم، ولا ما عرفش بقى، يمكن هو الأصلي بتاع اللغة العربية، أبجد هوز. وفي الأبجدية دي ألف به جيم دال اللي هي ألفا بيتا غما دلتا برضو. فأول حرف الألف وأول حرف الألفا، أول حرف البه وأول حرف البيتا، أول حرف الجيم، قصدي ثالث حرف متأسف، وثالث حرف الغمة، رابع حرف الدال، ورابع حرف الدلتا. وفي تشابه كده لغاية العاشر، فالعاشر حرف اليه اللي هو بداية يسوع، والعشرة في القبطي اللي هو اليوطا اللي هو برضو بداية يسوس، يسوع المسيح. عشان كده رقم عشرة بيشير إلى الكمال، وبيشير إلى السيد المسيح له المجد، وبيرمز إليه بالحرف ده اللي هو رقم عشرة اللي هو حرف اليوطا. طيب الحرف ده بقى غمة، والغمة دي بتتكتب كده، يعني نعمل كده هو شرطة، وبعدين نعمل حاجة زي الاس كده، اهي بصوا كده، اهي اهي لوحديها، اهي شايفين شكلها كأنها اس، بس هي دي الغمة، سهلة قوي، اهي شرطة كده، وبعدين هنا اهي. يمكن الحتة اللي تحت دي تعملوها أصغر سنة فيطلع شكلها شياكة، يعني اهو شايفين، هي دي اسمها غمة. طيب الغمة دي لو احنا حطينا قبليها حرف الألفا، مين يقرأ؟ احنا هننطقها جيم، هي بتنطق كذا حاجة بس احنا هنا هننطق جيم. يلا ونحط هنا وبعديها حرف اليوتا، دي ألف ودي ي، وبعدين هنحط حرف الأو، وبعدين هنكتب حرف السيمة، يبقى ده ألف جيم ي واو سين. يا سلام سهلة طبعا، أجيوس. أيوة أجيوس، أجيوس، يعني ممكن نفصل كده وناخد دي مقطع ودي مقطع، تبقى أج يوس، ودول خدناهم على طول كتير قوي. أج يوس اللي هي ايه بقى أج يوس دي؟ أيوة قدوس، أج يوس. تيجوا نكتبها بقى، نشيل الحروف ونكتب بإيدينا، يلا ورقة وقلم. ها انا عايز اعمل لكم امتحان، مش عارف اعمله ازاي، كونوا سايبيني كل ده بكتب لوحدي وخلاص. ادي الالفا، وبعدين الغمه اهي شرطه اهي، شايفين
اهي، وبعدين اليوتا عصايه كده، وبعدين الاو اهي دايره، وبعدين سيما تبقى أجيوس. يلا تاني اهي الفا، بعدين الغمه، وبعدين اليوتا، وبعدين الاو، وبعدين السيما. طبعا أجيوس دي احنا بنقولها كتير قوي، يعني عندنا اللحن اللي بنصليه في الكنيسة أجيوس أوثيوس أجيوس الشيروس أجيوس أثاناتوس، بنقولها كم مرة؟ ثلاثة، ونرجع نعيدهم ثلاث مرات. دي أجيوس. طيب أكتب لكم حاجة تانية وقروها. تعالوا نفصصها، دي لوحديها، دي لوحديها، ودي لوحديها، تبقى او ثي اوس، تبقى او ثي اوس، او ثي اوس. قلنا دي الاو، ودي ثيتا تنطق ثي، ودي الاي تنطق ايه خفيفه، ودي الاو ودي السيما، تبقى او ثي اوس على بعض، تبقى أجيوس او ثي اوس، يعني قدوس الله، ثي اوس اللي هو الله، ثي اوس أجيوس او ثي اوس يعني قدوس الله. امسح، اعتبر ان انتوا رديتوا وامسح. طب أجيوس تاني، نكتبها تاني، يلا ألفا غمة، أدي شرطة، وأدي الإس أهي، أج يوس يوتا أو سيما. كتبنا أجيوس أو ثيوس، نكتب أجيوس التانية بقى اللي هي أجيوس يس شيروس. أدي يس يوتا وسيما، سهلة، يس يوتا سيما. والحرف ده احنا أخدناه، والحرف ده احنا أخدناه، فاكرين الحرف ده؟ أو أفكركم بالكلمة السهلة اللي احنا كنا أخدناها ساعتها؟ ها، برافو عليكم، شي ري، يعني الحرف ده ايه؟ شين. والحرف ده كنا خدناه لما قلنا بيجي بعد الاو ويعملها او طويله شويه، بس هنا بقى هننطقه ايه، فيبقى يس شي، يس شي، سهلين يعني، لو قلنا ده هو مقطع وده مقطع تاني، تبقى يس شي روس. يبقى الحرف اللي جاي ايه؟ ر ولا ت ولا ايه؟ ر روس، واو اللي هي الاو، س اللي هي سيما، برافو عليكم، يس شي روس. يبقى أجيوس يس شي روس. طيب التالتة بقى، احنا خدنا الاولى أجيوس او ثي اوس اهي، او ثي اوس، وبعدين التانية أجيوس يس شي روس، التالتة بقى، تأسف، أيوة، أ ثا، أيوة نا، تبقى إيه؟ الني، برافو، نا، يبقى ألفا برضو، أ ثا نا توس، دي روس. يبقى التانية ايه؟ طاف او سيما. نقرا أ ثا نا توس،
تبقى دي أجيوس، أوثيوس، أجيوس، يسشيروس، أجيوس، أثاناتوس. ايه رأيكم؟ احنا دخلنا في النصوص اهو وبنكتب جمل على بعضها والحكاية ماشية يعني ألاجة. مين يكتب؟ فاضل دقيقتين، حد هيكتب ولا اكتب انا تاني؟ يلا نكتب. فكركوا تاني، ادي حرف الغمة، وده حرف اليوتا، وده حرف الاي، الحروف اللي هي بتنطق يه. والحرف ده احنا اخدناه النهاردة يه لما قلنا يس شيروس. بصوا ادي يس اهي، شي اهي، وبعدين روس اهي. ايه رأيكم في الحركات دي؟ يس شي روس، ده حرف الإبسلون، فاكرينه اللي احنا قلنا بيتعمل كده زي الفيونكة، ده بيتنطق يه أحيانا زي هنا، وأحيانا لما بيجي مع الأو بيعملها طويلة شوية تبقى أو يمطها، لكن لما بيجي هنا بيبقى يه. طبعا هو ليه سبب ليه كده وليه كده، بس أنا مش عايز أتقل عليكم الكلام، يعني احنا عايزين الحكاية تبقى بسيطة على قد القراية والكتابة. يس شي روس، أثاناتوس، يلا أجيوس الأول، أدي الألفا فين هي؟ أهي. مين يكتب ألفا؟ أهي دي الصغيرة، والكبيرة أهي دي الألفا الكبيرة، يعني لو هنبدأ الجملة تبقى هي الألفا الكبيرة أهي كده. بعدين يوتا، أج يوس، يوتا اللي هي الي، وبعدين الأو، وبعدين السيما، أج يوس، سهلة. طب إيه رأيكم لو واحد مثلا اسمه جرجس، فنقول كده آدي الغمة جر أهم، وزيهم جس أهي، جر جس، غمة أي رو، غمة أي سيمة. الحرف بتاعنا النهاردة كان غمة، اللي هو تالت حرف في حروف اللغة القبطية، وبينطق بأكتر من طريقة. إحنا النهاردة خدنا نطقه كحرف جيم. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يبارك في حياتكم ويبارك في الكنيسة، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.